طيب بعد كده هنعمل البيتزا قطع صغيرة كنوع من أنواع المقبلات، وبفكركم إن إحنا لسه مكملين في الوصفات: النباتي، صيامي، حساسية متعددة، يعني هتناسب ناس كتير وهتسهل إن شاء الله بإذن الله الدنيا على ناس كتير. وهنحاول إن إحنا نقلل الأسبوع ده المصاريف شوية على قد ما نقدر، نقلل اللحوم شوية على قد ما نقدر علشان نقدر نكمل بقية الشهر، عشان الدنيا بقت رخيصة قوي زيادة عن اللزوم زي ما أنتوا عارفين. اوكي، حط بقى انكشوني بقى انكشوني انكشوني. البيتزا هستخدم ايه؟ هستخدم عيش. هتستخدموه بطريقه من الاثنين، يا اما هتاخدوا من التوست او الكايزر بالقطاعه وتعملوا دوريات وكده لو انتوا عايزين تعملوا يعني حاجه شويه سوفيستيكيتد يعني، او هتجيبوا العيش وتقوموا قاسمينه كده وتستخدموه زي ما هو كده كايزر كده. شكرا، بقى بيتزا يعني الاسهل لكم. عيش فينو، عيش باجيت، عيش حتى شامي زي ما هو كده، بس تجيبوا الحجم الصغير وتستخدموا الرغيف زي ما هو. اي حاجه هنستخدمها كقاعده وتكون ماشيه معانا لو احنا عندنا حساسيه او لو احنا صايمين، يعني دول ده دي وصفه نباتي. لو انا صايمه هخلي بالي ان العيش ما يكونش داخل فيه اي حاجه مش صيامي، او لو انا عندي حساسيه نفس الكلام. فدي بس النقطه اللي هناخد بالنا منها. المهم عندي عيش للقاعده، وبعدين عندي صوص بيتزا جاهز، معلقه زيت زيتون على النار، معلقه من الثوم مفروم او بودره، بصل بودره، وزعتر، ملح وفلفل، وبعدين بنزل عليهم طماطم مبشوره من غير الجلد بتاعها، وصلصه طماطم، وبقلبهم على النار، يبقى عندي صوص بيتزا جاهز. لبن جوز هند عملناه ازاي؟ كوبايتين من الجوز الهند، عليهم كوبايتين لثلاث كوبايات او اربع كوبايات حسب انتوا عايزينه تقيل ولا خفيف، يعني من اول نفس الكميه لحد ضعفها. كوبايتين عليهم كوبايتين او عليهم سته او عليهم ثمانيه، وبعدين بنقعهم من بالليل للصبح، وبعدين برفعهم تاني يوم على النار اغليهم غلوه واحده بس، بعدين وهو بيغلي يعني وهو سخن باخده على الخلاط اضربه وبعدين اصفيه، بقى عندي لبن جوز الهند. الجوز الهند اللي بنصفيه ما بنرميهوش، بننشفه وبنستخدمه. مين معانا على التليفون؟ يا استاذ طارق. يا حضرتك يا شيف امينه. ازيك يا طارق؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبي، اتفضل. انا بحب حضرتك قوي، بحب اكلاتك قوي. ربنا يخليك يا حبيبي، تسلم. امر يا طارق. ست الكل عايزه اتكلم حضرتك. اتفضلي ست الكل. دي اللي هي ماما ام طارق. اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبه قلبي؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله رب العالمين. طيبه وحضرتك طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. ماشي يا حبيبي، نورتيني وشرفتيني، تسلميلي. انا بحب اكلاتك قوي وطريقتك شرف ليا، ومودك اللي زي العسل ده. ربنا يخليكي يا رب، شرف ليا، تسلميلي يا رب، نورتيني، كتر الف خيرك. نكمل المقادير: عيش، صوص بيتزا، لبن جوز الهند، شويه كاجو او عين الجمل او لوز او فول سوداني اللي موجود عندكم استخدموه، ريحان مفروم، بصل احمر مفروم ناعم، سبانخ فريش او فروزن بس هنشيل منها الميه، وفلفل اصفر، وزيت زيتون، واكيد طبعا ملح وفلفل. الفلفل الاصفر برضو يبقى ثلاث الوان او يبقى لون واحد بس زي ما انتم عايزين المتوفر عندكم. اخد بقى معلقه زيت الزيتون هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، واخد عليها البصل. ايه الفرق بين البصل الاحمر والبصل الاصفر؟ البصل الاحمر سكره أزيد، بيبقى مسكر أكتر، ده كل الحكاية. ملح، فلفل أسود، ريحان، فلفل رومي أصفر أو الثلاث ألوان أو لون واحد اللي موجود، سبانخ. بما ان انا عندي سبانخ فريش فهعمل ايه؟ بايدي كده تقطيعه بسيطه جدا من غير سكينه، واول ما هنزلها هقوم رافعه الوك من على النار علشان مش عايزاها ان هي تتهري قوي.
هرفع من على النار اهي، شمت كده النار معايا، هرفعها من على النار على طول. معلقه من صوص البيتزا جوه، وهحط طبعا على العيش. نقطة لبن جوز الهند أو كريمة جوز الهند أو من غير خالص مش مشكلة برضو، يعني مش هتأثر. أنا بحب طعمها وبتدي فايدة، لكن اللي ما بيحبهاش أو مش عايز أو مش متوفر عنده قلنا زي هنعملها في البيت أو تشيلوها خالص مش مشكلة. طيب هجيب بقى طاسة صغيرة، طاسة صغيرة أو كبيرة يعني خلاص هنعمل إيه. نقطة زيت زيتون، كاجو، شكرا. وبعدين أجيب صينية الفرن وأحط كده. طيب العيش لو احنا عملناه كده عشان عندنا ناس او حاجه وهيتبقى منه الحروف بتاعته، الحروف دي مش هتترمي، هتخش الفرن هتتحمص، هتطلع من الفرن على الكبه بقت بقسماط. قبل ما نطلع فاصل هاخد بالمعلقه هوريكم واحده بس، وانا هكمل الباقي في الفاصل وادخلهم الفرن مش مشكله. ادي العيش هحط عليه صوص البيتزا اللي احنا جهزناه اهم. النقطتين اللي وقعوا على الساق دول لازم يتنضفوا عشان ما يبهدلش جوه في الفرن. وبعدين معلقه تانية واقوم واخده من الحشوه بعد ما احط واحده سبانخ كده اهي، واحده سبانخ هحطها كده، وبعدين هاخد الحشوه كده اهو وهكمل الباقي بنفس الطريقه. يبقى عيش، صوص، واحده سبانخ، حشوه.